مرونة ظهرت مؤخرا بعد توقف لهذه المفاوضات استمر لعدة أسابيع. التغييرات الجوهرية في ساحة المعركة مثلا بقطاع غزة يبدو أنها حفزت إحياء محادثات وقف إطلاق النار وصفقة لتبادل المحتجزين بين إسرائيل وحماس بعد أسابيع طبعا توقفت فيها المفاوضات بشكل تام. التغييرات التي كشفت عنها صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، من بينها موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إرسال وفد لاستئناف المفاوضات غير المباشرة مع حماس. الصحيفة اعتبرت أن موافقة نتنياهو جاءت بعد إعلان حماس أنها تبادلت مع الوسطاء أفكاراً جديدة لإجراء مفاوضات لا تشمل وقفاً دائماً لإطلاق النار. هذا طبعاً هو المطلب الذي طالما أصرت على وجوده إسرائيل. هذا التحول خلق فرصة لكلا الجانبين على ما يبدو، حيث أصبح المدنيون في إسرائيل يشعرون بالإحباط من طول هذه الحرب. أما في غزة فحالة الغضب من حماس تزداد بشكل كبير بعد أشهر طويلة من الحرب وتدهور أوضاع الغزيين، بالإضافة إلى الإنهاك العسكري طبعا الذي بات يسيطر على الجيش الإسرائيلي. على الجانب الآخر كذلك هناك إرهاق يسيطر على مسلحي حماس من الجانب الآخر، هو السبب الرئيسي الذي أجبر الطرفين للبحث عن فرصة لإعادة تجميع صفوفهما لخوض معارك مستقبلية وفقا لول ستريت جورنال.